أكثر من 200 قتيل هي الحصيلة المؤقتة لإعصار بوفا الذي ضرب الفلبين ليلة أمس الثلاثاء وأدى إلى جرح وفقدان المئات في أقصى جنوب البلاد. جثث القتلى لا تزال متناثرة في المناطق المنكوبة، وتخشى السلطات من انتشار الأوبئة والأمراض في ظل فشل فرق الإغاثة في الوصول إلى المتضررين في المناطق الجبلية الوعرة. أحد هؤلاء المتضررين يقول: والدي أصيب بجروح ويرقد في المستشفى. أما والدتي وشقيقي الأكبر فقد جرفتهما سيول. لقد كانت آخر مرة أرى فيها والدتي وأخي. السيول الجارفة والانزلاقات الأرضية تسببت في تدمير المنازل والطرقات واقتلاع الأشجار، مخلفة حالة من الهلع والخوف في صفوف السكان الذين قضوا ليلتهم في العراء. وزيرة الشؤون الاجتماعية الفلبينية أكدت أن حكومتها بحاجة ماسة لتوفير ملابس وأدوية وأكياس للموتى وخيام لإيواء المتضررين الذين جرفت السيول منازلهم.